السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس. اليوم رح نحكي عن العلاقة. طبعا العلاقة اللي بتربط بين السينات والصادات في الأزواج المرتبة عنا. أخذنا في دروس سابقة عن محور السينات والصادات، وحكينا عن النقاط اللي بتتكون من سين وصاد، الأزواج المرتبة اللي بتتكون من سين وصاد. اليوم بدنا نعرف بدرسنا كيف نوجد العلاقة اللي بتربط سين وصاد. أول إشي عندي بحكي لي ما العلاقة التي تربط الإحداث السيني والإحداث الصادي للأزواج المرتبة التالية. طبعاً معطيني هون هذا أول إشي اسمه إحداث السيني والإحداث الصادي. طبعا الازواج المرتبه هيك شكلها، بين قوسين هون بيكون سين وفاصله وهون صاد، هاي سين وهاي صاد، هاي سين وهاي صاد. هلا شو العلاقه اللي بتربط السينات والصادات؟ هون رح اجي احكي هون السينات ايش بتساوي والصادات ايش بتساوي. هلا هون لما سين سالب واحد، هاي سين سالب واحد صاد صفر، سين سالب واحد صاد صفر، هون سين صفر صاد واحد، هون سين واحد صاد اثنين، هون سين اثنين صاد ثلاث، هون سين ثلاث صاد أربعة. ماشي؟ هلا لما سين سالب واحد صاد صفر، لما سين الصفر صاد واحد، لما سين واحد صاد اثنين. ماشي؟ هلا أنا عشان أوجد العلاقة، العلاقة هي بدي أحكي إنها صاد إيش بتساوي؟ صاد تساوي إشي بدلالة سين، يعني رح أحكي هاي الصفر إيش بتساوي؟ بتساوي إيش؟ سين اللي هي سالب واحد، صح؟ رح أحكي سالب واحد زائد كم يساوي صفر؟ زائد واحد، صح؟ هاي اللي هي صاد وهاي اللي هي سين. سين كيف صارت صفر؟ لما زدت لها واحد. طيب هون بدي اشوف هاي صاد هون ايش بتساوي؟ واحد، واحد ايش بتساوي؟ سين زائد واحد. عشان انا كيف بدي اخلي الصفر هاي تصير واحد؟ رح ازيد لها واحد. هلا هون صاد ايش بتساوي عندي؟ اثنين، تساوي سين هون واحد زائد واحد. اذا انا لما بدي اوجد العلاقة بدي احكي صاد تساوي اشي. ماشي؟ اذا انا اكتشفت هون انها صاد ايش بتساوي؟ سين زائد واحد. يعني لو انا عندي سين سالب واحد، صاد شو تساوي؟ على السريع بحكي صاد بتساوي سين زائد واحد، يعني سالب واحد زائد واحد صفر. هون سين زائد واحد واحد، سين زائد واحد اثنين، سين زائد واحد ثلاث، سين زائد واحد اربعة. اذا صاد ايش بتساوي؟ بتساوي سين زائد واحد. صاد ايش بتساوي؟ سين زائد واحد. او باجي بقدر اجي اطلع عليه، هون سالب واحد صفر، هاي زيادة عن هاي في واحد، هاي زيادة عن هاي في واحد، هاي زيادة عن هاي في واحد. فعلى السريع بحكي ايش صاد؟ صاد تساوي سين زائد واحد، سين مجموع لها واحد. هلا هون ايش بحكي لي؟ ما العلاقة التي تربط الاحداث السيني والاحداث الصادي للأزواج المرتبة الآتية؟ عندي بده ياني أعرف شو العلاقة اللي بتربط الإحداث السيني والإحداث الصادي. أول إشي عشان أوجد العلاقة إيش بدي أكتب؟ بدي أكتب صاد تساوي إشي، صح؟ هلا طلعوا على هاي الأزواج المرتبة، سالب 3 5، سالب 2 5، سالب 1 5، 0 5، 1 5، 2 5، 3 5. إذا صاد إيش بتساوي؟ باجي مباشرة ايش بكتب؟ صاد تساوي كم؟ تساوي خمسة، لأن هون خمسة وهون خمسة وهون خمسة وهون خمسة وهون خمسة وهون خمسة. إذا ايش مكانة قيمة سين؟ صاد تساوي خمسة. ايش مكانة قيمة سين؟ صاد تبقى ثابتة وتساوي خمسة. هلا هون بحكي لي ما العلاقة التي تربط الإحداث السيني والإحداث الصادي للأزواج المرتبة التالية؟ أول شيء عندي هون سالب 2 سالب 4، سالب 1 سالب 2، 0 0، 1 2، 2 4.
نعمل؟ هاي سالب 2 كيف صارت 4؟ اي سالب 4 سوري، سالب 1 كيف صارت سالب 2؟ صاد تساوي ايش؟ 2 س، يعني 2 ضرب س، مش هاي لما اضربها ب 2 بتعطيني سالب 4؟ مش السالب 2 ب 2 سالب 4، سالب 1 ب 2 سالب 2، مش الصفر ب 2 بضل صفر، مش الواحد ب 2 بتساوي 2، مش الاثنين ب 2 4. اذا انا هون بحاول اوجد العلاقه، باجي بحكي هلا انا اوجدت انه انا بحكي لما اضرب السين ب 2 بطلع لي صاد، لما اضرب السين ب 2 بتطلع لي صاد. فانا ايش رح اجي احكي؟ رح اجي اجرب على الازواج المرتبه اللي عندي، اذا طلع عندي صح بيكون انا العلاقه اللي اوجدتها هي العلاقه الصحيحه. يعني لو اجي اعوض هون بدي احكي سالب 4 هون صاد سالب 4 هل تساوي 2 في س؟ س اللي هي سالب 2. هل السالب 4 بتساوي 2 في سالب 2؟ سالب في موجب سالب، 2 ب 2 4، سالب 4 تساوي سالب 4، اذا حل ايش ماله؟ صح. هل هاي العلاقه بتنطبق على كلهم؟ اه بتنطبق. نجرب كمان واحد، نجرب مثلا هون صاد بتساوي 2 س، ماشي؟ صاد عندي هون كم؟ 2. هل 2 بتساوي 2 في س؟ س هون عندي 1، هل 2 بتساوي ايش؟ 2. اذا حلي صح، اذا انا اوجدت العلاقه الصحيحه. كمان مره، شو كيف بدي اوجد؟ شو يعني علاقه؟ بدي اشوف العلاقه اللي بتربط الاحداث السيني والصادي. يعني هاي السي هاي الصاد، شو بعمل بسين عشان تطلع عندي صاد؟ هاي السين شو عملت لها عشان طلعت عندي صفر؟ شو عملت لها؟ زدت لها 1. بس مش لازم بس تنطبق هون، يا اما بزيد يا اما بطرح يا اما بضرب، اوكي؟ بس لازم العلاقه اللي اوجدها تنطبق على كل الازواج المرتبه اللي عندي، لازم كل تنطبق على كل الازواج المرتبه اللي عندي، اوكي؟ اذا هون بحكي انها الصفر، شو عملت بالسين عشان صارت صفر؟ زدت لها 1، معناته سين زائد 1 بتعطيني صاد، هون لما زدت لها 1 اعطتني صاد، اذا شو بعمل بالسين عشان تطلع لي صاد؟ هون بكون انا اوجدت العلاقه اللي بتربط الاحداث السيني والاحداث الصادي، الاحداث السيني والاحداث الصادي، تمام؟ هون عندي قيمة صاد ظلت ايش مالها؟ ثابتة مع تغيير قيم سين، مع تغيير قيم سين صاد عندي ثابتة وتساوي 5. يعطيكم العافية يا سادس.